أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول بعض المفسرين إن عسى من الله واجبة؟ عسى للترجي في أصل اللغة، لكن في كلام الله هي واجبة وليست للترجي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إذا تزوجت المرأة البكر فطلقت قبل أن توطأ هل تسمى بكرا أم ثيبا؟ لأنها وعد من الله، وعد من الله، الله جل وعلا لا يخلف وعده. نعم.